والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا بلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. لا إله إلا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو
ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Okay, kalau nak sambung ayat 3 dengan ayat 4, untuk bazi ada tasydid huruf ta tapi dikekalkan ikhfa. Dikekalkan ikhfa khairum min alfi syahrin, ada dengung syahrin tanah baru sabdu ta untuk bazi. Okey, kalau nak sambung, kalau nak wakaf selesai. Khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihimu min kulli amr. Khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihimu min kulli amr. سلام هي حتى مطلع الفجر. حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاء تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال الإنسان ما لها
الصالحات وتواصوا بالحق.
الحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله والله الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عهد ممددة. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة Yeah.
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من
ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم زيننا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami, ampunlah dosa kedua ibu bapa kami, ampunlah dosa saudara mara kami, ampunlah dosa guru-guru kami, ampunlah dosa jiran-jiran kami, ampunlah dosa orang-orang yang berbuat baik kepada kami, ampunlah dosa kaum muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, sama ada masih hidup atau telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, pohon kepada-Mu, ya Allah, matilah kami dengan Al-Quran. Jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, sebagai cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ingatkan kami apa yang kami dilupakan daripada Al-Quran. Ajarkan kami, ya Allah, apa yang belum kami ketahui daripada Al-Quran. Berilah kami, ya Allah, rezeki kekuatan dapat kami membaca Quran sepanjang malam dan siang. Jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kepada-Mu, ya Allah, dengan keberkatan Al-Quran. Selamatkanlah kami, ya Allah, di dunia ini daripada segala bala bencana. Selamatkanlah kami, ya Allah, ketika kami dicabut nyawa. Selamatkanlah kami, ya Allah, ketika kami berada di alam kubur. Ketika kami disoal oleh munkar dan nakir. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran sebagai teman kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami, ya Allah, ketika kami dibangkit daripada kubur. Selamatkan kami, ya Allah, ketika kami dibawa kepada mahsyar. Selamatkan kami, ya Allah, ketika kami dihisab, dihitung segala amalan kami, ya Allah. Beratkanlah timbangan amalan kami, ya Allah. Jadikanlah setiap huruf yang kami baca daripada Al-Quran diberikan ganjaran pahala, ya Allah. Diberi keberkatan oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pohon kepada-Mu, ya Allah, selamatkan kami ketika kami di titian sirat mustaqim. Masukkan kami, ya Allah, ke dalam syurga-Mu, syurga yang paling tinggi, ya Allah, syurga Firdaus. Ya Allah, ya Tuhan kami, pohon kepada-Mu, ya Allah, berkatilah usia kami, berkatilah masa kami, berkatilah rezeki kami, berkatilah ilmu yang Kau ajar kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pohon kepada-Mu, ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang soleh dan salihah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan salihah. Zuriat kami zuriat yang soleh dan salihah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pohon kepada-Mu, ya Allah, berilah kami ilmu berkenaan dengan Al-Quran, ya Allah. Lancarkan kami, ya Allah, untuk membaca kalam-Mu, ya Allah. Berilah kami kefahaman ketika kami membaca ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang mendengar ayat-ayat-Mu dan dapat beramalkan dengan segala surah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pohon kepada-Mu, ya Allah, di dalam majlis ini, ya Allah, kami pohon kepada-Mu, ya Allah. Engkau berikan kepada kami, ya Allah, rajin untuk membaca Al-Quran. Dan kami pohon kepada-Mu, ya Allah, jangan tarikan nikmat itu daripada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang istiqamah dalam mendalami ilmu Al-Quran dengan penuh keikhlasan kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim. Eratkanlah hubungan persaudaraan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pohon kepada-Mu, ya Allah, juga selamatkanlah kami, saudara-saudara kami yang berada di Palestin. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara-saudara kami, ya Allah,
mereka yang tengah dizalimi, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pohon kepadamu, ya Allah. Terimalah segala amal ibadat kami, ya Allah. Allahumma inna naja'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddil syamlahum wa fariq jam'ahum wa syatib kalimatahum wa zalzil aqdabahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabika ya qahhar ya jabbar ya muntakim ya Allah ya Allah ya Allah. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل